الحمد لله الذي أنزل القرآن ورفع به الإنسان وجعله نورا للقلوب والأبدان وكرم أهله بالفوز بالدنيا ويوم يحشر الثقلان وبشر حامليه وحفظته بالمغفرة والرضوان والفلاح والفوز بالجنان ثم الصلاة والسلام على النبي الهادي العدنان محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان. يقول خباب بن الأرت لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. إخوانكم في أكاديمية هوية الجيل يدعونكم إلى التسجيل للدفعة الثالثة في البرنامج الشرعي. مميزات البرنامج: يجمع بين قسم الدراسة الشرعية لمختلف الفنون الشرعية كالسير والتاريخ والأخلاق والفقه والعقيدة والتربية والتفسير والتجويد، ويتضمن حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بشكل متقن. أما الفئات العمرية من 5 سنوات إلى 17 سنة. على الإنترنت أو وجاهيا في بعض الدول غرف صفية صغيرة تناسب العملية التفاعلية والتربوية، 4 حصص في الأسبوع، 3 منها جماعية وواحدة منها للتسميع الفردي. وصلِّ اللهم على سيدنا محمد.